نتكلم لكم اليوم على الموضوع ديال الزهرية اللي انتشر بواحد الطريقة وكل شيء تابع هاد الزهرية الزهرية الزهرية. أصلا الزهرية لا أصل لها، غادي تسمعوا مني هاد الكلام هذا. الزهرية لا أصل لها، الزهرية ما عندها شي أصل، لا في الشرع لا في القرآن ولا في السنة، ما عندهاش الأصل ديالها. الناس اللي كيقولوا انهم زهريين راهم اناس عاديين، ولكن عندهم واحد التميزات. الزهريه الاصل ديالها اخترعوها السحاره، هما اللي اخترعوها اول مره، وكاين في كتب السحاره غير ما نذكروش الكتب. علاش؟ لان ملي كنذكروا الكتب ديال السحاره الناس كتمشي تبحث عليهم. كينتشر كتاب ديال شمس المعارف ملي تذكار وفيه السحر، وهذه انتشر الناس ولا كتبحث عليه وكذا وكذا. لهذا الزهريه راه كاينه مذكوره في كتب السحاره بعده اسماء، اسماء متشابهه ديال هذه الزهريه. هذه في العهد ديال الصحابه ما كاين لا زهريه لا والو. واش غنكونوا حنايا بحال سيدنا عمر اللي كان كيكون جاي في الطريق والشيطان كيهرب من الطريق ديالو؟ واش كان زهري؟ واش قال لهم انا زهري؟ غادي نكونوا بحال الامام بن حنبل اللي كيجي يقولوا له فلان مريض، كيقول لهم ديو البلغه ديالي وضربوه بها، يعني كل الجن كيهرب غير بديك الهيبه اللي في الامام احمد بن حنبل، غير من البلغه ديالو كان كيخاف منه وكان كيخرج. واش قال لهم انا زهري؟ الزهري هو انسان عادي. تقول لي عندي الخط ولا عندك اللسان ولا عندك النخله ولا شي حاجه، انا نجيب لك شحال ما بغيتي ديال الناس عندهم الخط وما فيهم والو، وبالعكس نجيب لك العكس ديالهم اللي كتقولوا بان راه عندهم بركات وعندهم كرامات وعندك هذه. نجيب لك انا الزهري عنده الخط في يده، هو سكير، هو مدمن خمر، يشرب الدخان، مع شحال من باكيه كيضرب في النار، هو كيقول لك انا زهري. فهمتي؟ خو راسكم هاد الخرافه، هذه هي خرافه ديال الزهريه، اخترعوها السحاره وتبعوها بعض الرقات. اصلا المريض ملي كتجيبو كتبقى تقول له الزهري الزهري الزهري، الدماء الزهريه الزهري الزهري، هلاك راه بحال شي واحد جبتيه هو مريض فيه الجن، انت كدير له قناوه ولا كدير له عساوه ولا كدير له شي حاجه، كيبقى يتحير قدامك وما كايناش النتيجه. انسان اخويا راسهم هاد الزهريه، هذه هي ماشي زهريه، هي نعم ديال الله سبحانه وتعالى عطاها للانسان. نعطيكم امثله، غادي نختار واحد المثال غادي نقول لكم. مثلا حنايا كنبغيو نتزوجوا، مثلا شي واحد غيبغي يتزوج، واش غيمشي ياخذ من الطرف وصافي؟ ضروري يقلب شي وحده عينه زوينين، اخلاق كذا كذا، يعني ذكيه. راه الشياطين ملي كيبغيو يتسلطوا مشا كيمشيو يتلاحوا، راه كيشوفوا شي واحد ذكي، ربي عطاه ديك الذكاء ديالو من الصغر ديالو، كيتسلطوا على الشياطين كيبقاو طالعين معاه، ما مخليينوش يكون ذكي، يكون واحد الاستاذ، يكون ربي اجيال، يعني الناس تستافد منهم. هانت كيتسلطوا عليه من الصغر ديالو، كيعرفوه ذكي بعده امور كيعرفوها هما وكيتسلطوا عليه. غتجيب تقول لي هذا عينه زهري، ملي غادي نجيبو ذاك الولد اللي عينه زهري، هو عينه ماشي زهريين، عينه زوينين بالعربيه، عينه زوينين، عينو مميزين، كتلقاه من اللي خلق والناس تابعينو. ولدك عينو زوين، عينك زوينين، عينك زعرين، هذيك العين، العين البشر هي اللي كتراكم ديك الطاقه السلبيه ديال العين وكتجلب الشياطين، كتولي ساكنه له في عينو، كيولي مريض، عينو مراضين. هذيك ماشي زهري، هذيك راه عينو مميزين. الناس اللي كطلقوا عليهم بان راه زهري في العين، راه ماشي زهري في العين، هذيك انسان مميز. رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندنا حنا حديث ديال رسول الله صلى الله عليه وسلم في واحد القصه، ان صحابي شاف صحابي اخر كيغتسل وقال له واحد الكلام اللي تعجب له في البيوض ديال الجلد ديالو. يعني المعنى ديال هذا الكلام هذا، قال له انت بحال ديك البنت اللي غا في الدار ما كتشوفش الشمس بقوه ديك البيوضيه ديالو. هذاك الصحابي اغمي عليه، يعني طاح مره، خبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهم فيما تتهمون؟ قالوا له هذاك هو اللي قال له ديك الهضره هذه.
امره يغتسل، اغتسل بواحد الطريقه ديال الغسل، اغسل وجهك ويديك والمرفق ديالك ورجليك وداخله الازار، وخوها له على القفه ديالو، يعني خوها الماء على القفه ديالو، وفق كان لم يكن فيه شيء. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي نعمه محسود على ما يقتل الرجل اخاه، الا بركتم لاخيكم. يعني هذا الحديث هذا راه اللي كنستنتجو منه هو كل ذي نعمه محسود. راه عندك واحد البياض في الوجه ديالك، راه نعمه من عند الله سبحانه وتعالى عطاها لك، راه تحسد عليها، وإلا تحسدتي على النعمه راه تقلب لك ديك النعمه هذه. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدره. العين راه ما تخلي ما دير لك، الا تبعك بنادم على واحد النعمه عطاها لك الله سبحانه وتعالى، لان هي تدخل القبر. اما باش تقلب لك غير النعمه او لا عينك يبقوا يحرقوك بقوه العين ديال البشر. انا كنقول هذا الكلام يعني بتجربه، ماشي نقول لك ما تامنش بالزهري، ولكن غادي نقول لك كيفاش غادي تتعامل مع هاد الحالات هادو. حنا مثلا غادي تجي عندنا واحد الحاله عندها راسها كيحرقها، عندها العكوسات، وعندها المعتقد ديال ان الرقاة قالوا لها انت زهريه، واش غادي نركزوا على الزهريه ولا غادي نركز على راسها ما يبقاش يحرقها، ونركز على الزواج يتبطل ديك السحر ديال تعطي الزواج وتزوج؟ كتجي الحالات الحمد لله كنشخصوا الحاله، اقول له شنو اقول، قالوا لي انا زهري، وكاين اللي ما كتدخلوش في عقلو هاد الهضره ديال خويا راسك من الزهريه، راه ماشي زهري انت، راه واحد النعم عطاها لك الله سبحانه وتعالى. كيقول لي انا زهري العقل. ملي كتلقى ذاك الانسان هذاك فعلا تبارك الله ذكي من الصغر ديالو، هو قاري مزيان ذكي كيفاه ما طايره، عنده واحد النبوغ في الذكاء ديالو، هذاك النبوغ ما خلاوهش يعني قوه العين. انا نذكر لكم غير حديث ديال صحابي شاف صاحبه وما بركش ليه، شوف شنو وقع له. اما دابا كتلقى فيروسات في الجسد بسبب العين، يعني كتقلب ديك النعمه هذيك ديال العقل وديال ولا ديال العين. اذا شنو خصنا نديرو؟ ملي يجي عندنا المريض نشخصوا الحاله، راسو كيحرقوا ونركزوا شنو كاين في الراس، عنده شي حاجه في العكوسات، نشوفوا السبب ديال العكوسات. الزهريه سمح فيها هكا ضربه مع الحيط، لان ما كاينش الاصل ديالها، لان هادشي من البدع من الخرافات اللي اخترعوها. راه ما انا لحد الان باقي ما شفت شي واحد تعالج من الزهريه اللي كيقولوا زهريه، ولكن الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى عالج الحالات اللي كانوا كيوهموهم بان، لان كيجي عندك بعض المريض اللي تحت الصفر في العلاج، كاين العلاج كيجي واحد كيبدا معاه من الزيرو وطلع. هاد الناس هادو اللي كيجيو عندهم معتقدات خاطئه، خصك واحد المجهود باش تقنعو انه راه ماشي زهريه، راه نعام تحسد عليها، وخصها تخرج ديك، خصها يتنقى من ديك الفيروسات اللي فيه، ديك الطاقه السلبيه اللي فيه خصو. والحمد لله كنبداو نخدموا معاهم كيجيب الله تيسير. ديك اللي كيقول لي زهري الراس كنلقى اما عنده العين في العلم ديالو كتخرج ديك الطاقه السلبيه ديال العين كيرتاح، كاين اللي عنده في عينه مثلا كاين طرق كنخدموا بها كتخرج ديك الطاقه السلبيه من العين، او جني ساكن له في عينه ولا شي كيخرج. ولكن هاد الزهريه صافي حنا سدينا الباب ديالها من شحال هادي الحمد لله، والناس كتعالج اللي كيجي. وكاين دابا شحال من واحد كتشرح له، كاين شحال من واحد كتشرح له ما كيجيش عندك، كيعيط لك كيقول لك واش كتعالج الزهري، كنقول له لا خويا انا ما كنعالجش الزهريه، فهمتي؟ عاد كندوز له نشرح له، اجي ان شاء الله يكون خير. ملي كيجي كدير معاه واحد الجلسه وكتشرح له على هاد النقاط كاملين، وكيجيب الله تيسير. يعني اللي خصنا نديرو هي خصنا نركزو على الاعراض وعلى النقاط ديال دابا الزهري، ولا بان راه من السلاله ولا الدعاء ديالو مستجاب. انا قلت لكم راه كاين الناس اللي كاين اللي عنده علامات ديال كيدعيو ان الزهريه راه كيكون سكير، كاينين حالات اللي بغا شي حاجه راه موجوده. نطلبوا الله سبحانه وتعالى اكيد دخلوا الناس في واحد الوهم، في واحد الوهم، وعد بان الزهري راه ما كيتعالجش. الزهري راه ما كيتعالجش، هما هي هاد الفئه اللي كيطلقوا عليها الزهري كيكون مميزه، كيكون عندها تسليط من الجين. راه كاين الجين اللي كيتسلط عليك من الصغر،
عرفك بانها تكون واحد الانسان مثلا كان باك باغي يقريك ولا كان جدك قاري مزيان ولا هادي، يعني عارفين هاد السلاله هادي غادي تكون واحد السلاله مميزه. شنو كيتسلطوا عليك من الصغر ديالهم، كيطلعوا معاك من الصغر. هذه هي الحالات الصعبه اللي في العلاج اللي كنواجهوها في العلاج، هي هاد النوع هادو اللي كيكون عندهم واحد مجموعه ديال، وغالبا غالبا كيكون الملف ديال العين هو اللي هو اللي كثر في هاد، يعني هو اللي مسيطر على هاد الحالات بحال هكا. كيكون العين من الصغر، العين على العلم، العين في الذكاء، العين في العقل، العين في العينين. راه شحال من واحد كدير له الرقيه وتقرا على السحر وتقرا على ما يحس بوالو، ولكن بحال هاد الحالات هادو قرا عليهم الرقيه ديال العين، ولكن تعمق مع هاديك، لان العين بحال شي كود. العين بحال شي كود كتكون في البدن، خصك يكون شي لغز في البدن خصك تحلو. راه شحال من واحد كيكون عنده العين ضرباتو مي خدا الباك ديالو، هو ما فراسو ما يتعاود، كيكون جا معدل مزيان كل شيء. بعد ما واحد راه كيكون دار في الاعلام، كل المغرب كامل شافوا بان راه جا معدل، وكتلقى اكثر من النص اللي ما قالوش تبارك الله تبارك الله، اللي ما بركوش على هذا على هذا الانسان هذا. هذه راه العين القاتله هذه. بحال هذا الانسان هذا قدر العام الجاي يقول لك ما نقراش، ما يدخلوش القرايه، ما كتلقاش تدخل له لراسو. علاش؟ كيكون ضرباتو عين في الدراسه ديالو، في النجاحات ديالو، يعني خصها تخرج هاد العين هادي. اخو راف هذا باش غيثبت لينا انه دم حلو. واش داه المختبرات لقاه دم حلو؟ من الخرافات اللي وكيوهموا المريض، كيدخلوه في واحد كيقول لك انا زهريه. البنت مسكينه ما كتلقى ما دير، ما عندها حتى شي جواب، صافي بحال كتستسلم مريضه. البنت كتستسلم مريضه، كتبقى كتحس براها صافي راه زهريه، راه داكشي اللي فيها مسلط عليها ما غاديش يخرج. ولكن ملي كتجي عندنا وكترقيها على ديك المرض اللي فيها، كتقصد ديك المرض اللي فيها. حنا هاد البنت الى راسها كيضرها اولا عندها عكوسات اولا تعطي الزوج ولا تعطي الدراسه، راه هادو هما الملفات اللي ركزوا عليهم. انتهى الحرق ديال الراس، انتهت العكوس، صافي برات، صافي ما بقاش كتصرع. غير ديك العين يقدر يكون معها جني، يقدر يكون فيها جني من الصغر. ديك الجني غادي معها في ديك الفكره ديال الزهريه، كتقول له ولاد داخل ليها يقول لك زهريه. هي ماشي زهريه، هو ما كيقدرش يقولها، ما كيقدرش يقول لك بان راه هذه راه كتقرا مزيان وكلشي حسدها على العين على الدراسه ديالو ودخلت فيها. لا كيلخصها بديك كلمه الزهريه، حيت عارف الناس امنت بهذ الزهريه وهذه. يعني هذا المصطلح اصلا يحيدوا وغادي يلقاو الخير. الناس اللي كيحسبوا راسهم بانهم زهريين، كيتوهم لهم بانهم فيهم الصفات وبانهم زهريين باش تقدر تنصح. شوف هذيك الناس هذوك راه انسان عادي، راه الى شحال من واحد كيدعي انه زهري وكتمشي عنده الحاله كيقول له شوف لي في عيني، هذيك المريضه مسكينه كتبقى تشوف فيه وقد ترعد. ولكن انا عندي كاين الناس اللي مشى السيد كيقرا البقره تبارك الله ومشى عنده، هذا معروف. ملي قال له شوف لي في عيني، ديك الراقي هو ديك اللي كيدعي انه زهري هو اللي ترعب، هو اللي ترعب مع عينه. قال له الحاله ديالك ما بانش لي فيها والو، بدا كيخربق عليه وصرفوا. فهمتي؟ يعني راه الانسان الا كان قوي الايمان وعنده واحد العزيمه قويه، هذيك الناس هذيك هو اصلا في الغالب كيكون فيهم شيطان. هذاك كيكونوا ممسوسين، ديك الناس هذوك في الغالب كيكون ممسوسين، اللي كيعتقد يقول لك شوف فيا ويبقى، راه في الغالب كيكون فيهم شيطان كيخدم به. وهاد النقطه هذه بعض الناس اللي كنعرف دابا حالات اللي دوزوا الحرب مع هاد الملف هذا ديال تسليط الجن على الانس. هما الهدف ديالهم هما يدخلوها في هاد النوع هادو اللي كيكونوا تبارك الله ذكيين ومميزين، يا اما يكون عابد لربه قوي، يا اما يكون مشعوذ قوي. بحال كاين واحد جوج ديال الحاجات، يا اما يكون انسان ايمان ديالو قوي ومتمكن، يا اما يجره للشعوذه الله يحفظ. راه بعض الحالات اللي كيجيو كيعرضوا عليهم الجن ما يخلي ما يدير باش تخدم معاه، وكاين بعض الحالات ما يخلي ما يدير باش يخدم معاه الجن وما كيجيوش يخدموا معاه. حيت بعض الحالات اللي مسلطان عليها الجن كيقول له غير امن بينا مثلا، غير بشي حلم ولا غير بين ليهم غير علامات وغادي يجوا عندك يخدموا معك. حيت الجن راه شرف ليه انه يخدم بك ويخدم معك،
راه كيخدمك، راه في الاخر غادي يدير فيك شي مصيبه وغادي يدوز للسلاله عاود. كتقول في الناس اللي كيتوهموا كيف ما قلنا بانهم زهريين بعد ماشي الرقاص، بعد المشعوذين والسحر والدجالين، كيقولوا لهم تخدموا معنا بحال داك الشيء ديال خبث الجن، كيعمروا الجسد ديالو بالشياطين والجن. اش كتقول لهم على الناس؟ اش كتقول لهم الا كانوا بغاو يخدموا بهم شي واحدين يديروا بهم الطرقش؟ باش ننصح هاد الناس؟ دابا عاود السؤال الله ينورك. شي رقاص، شي وحدين كيدعيو بانهم رقاص، كيجي واحد بحال الزهري يقول لها دير فيك خطف الجن، انت الجسد ديالك مزيان وداك الشيء دغيا كتخطف فيك الجن، فهمت؟ الاخر كيوليو عامرين هما الجسد ديالهم عامر الشياطين، كيولي مريض نفسانيا الجسد ديالو مريض. باش نصح الناس باش ما يستغلوش بحال هاد السحر. هذيك الناس اللي كيدعيو انهم عندهم واحد الشخص زهري وكيحضروا فيه الجن، هذيك راه كيكونوا اول حاجه راه متعاونين مع بعضهم، يعني خدامين كينصبوا على عباد الله مع بعضهم. هو عارف راسو الا طلبنا منه يعطينا شي دليل ملموس ولا شي دليل بان ذاك الجين راه تخطف من ذاك المريض هذاك وجا لهنايا، فهمتي؟ هو هذيك في الغالب هذيك اللي كيكون كيهضر بان كيدير كيعقل شنو كيقول، كيبدا يقرا عليه، كيبدا يخبط راسو ولا شي حاجه كيدير راسو هاد الصراحه، كيبدا يقول داك الشيء هذيك، والناس كتيق هاد الخرافات هادي. راه الحالات اللي بحال هكا راه ما كنبغيوش نصوروا للناس هاد الحالات بحال هادو، راه شي حوايج ما كتدخلش العقل. هاد الحالات اللي كيكبروا لهم الشان وبان راه فيه راه زهري وراه الحمد لله كنعالجوهم بفضل الله سبحانه وتعالى، ما كيسق واحد الخبر وكيتعالج الحاله. منها واحد الحاله غادي نحاول نحكيها لكم غير في هاد الثلاث ايام هادي، ملي جيتو هادي غادي نحكي لكم هاد القصه وقعت لي في هاد الثلاث ايام هادي. قصه غريبه، يعني واحد الحاله فيها من هاد النوع هادي اللي كيدعوا انها زهريه. لان علاش؟ هادي كان واحد السيد كان كيستغلها. واحد المرة فاقت لقات راسها معاهم في واحد الغابة، غاديين على أساس زعما باش يجبدوا بها الكنز. يعني كانوا لأن هاد السيدة هادي فيها واحد الجن كان كيضحك على الرقاة، وكان كيضحك على الناس اللي كانوا بحال مكلفين بالعلاج ديالها، لأن فايتلو حضر ليهم الفلوس، حضر ليهم الفلوس وطمعهم. يعني ولاو كيتيقوا ولاو كيعدم بان هذا الجن هذا راه غادي يحضر الفلوس. وهذه القضيه هذه انا كنقول الجن ما يقدرش يحضر لك الفلوس، ولا شي واحد نتحداوه باذن الله. ولكن هاد السيد هذا، هاد السيده عند هو حضر لهم بالاورو، يعني حضر لهم مليون على شكل اورو، يعني بالفلوس ديال الاورو. شنو ملي استنتجنا هو بزاف ديال القصص، انا نحكي لكم قصص ديال هاد النوع هادي اللي كيدعي بان راه هو ما كيتحدش. هذيك امها كتجي مع برا، ملي كتجي كيسرق ليها الفلوس، كل مره كيسلت واحد الحاجه وكيخبع، لان عنده غايجيه واحد التحدي خصو يخدم به، خصو يلقى راسو عنده ما يقول. كيخدم ليها كيخبع ليها الاورو. واحد النهار هو يعطيه لواحد السيد، هاد السيد اللي كان كيخدمو جاب له مليون، جابها له هكا وعطاها له. السيده مغيبه، كتخرج من الدار ديالها مغيبه، تمشي لاي بلاصه مغيبه، وعطاه صافي. ولا السيد طمع، ولا كيمشي باغي يجبد به الكنز، باغي كيطلب يطمع يجيب له فلوس اخرين، فايت مشى على الذهب ومشى. المهم القصه اللي وقعت هاد الثلاث ايام هادي، السيده غاديه للحمام هي وصاحبتها، حتى لقات راسها فاقت، لقات مول الطاكسي كيبكي نيشان، كيبكي حداها هي فاقت. قالت لكم اخوتي مالكم؟ ما يعاودوا ليها. ديك صاحبتها قالت لها راه كتينا هذاك الشيء اللي فيك طلع فيك، مي كنا نشدو طاكسي وشديت الطاكسي صحه وبقيتي كدور به وما خلاتلوش بالمعيور، يعني عايراتو مزيان. والسيد مسكين تقهر بقى كيبكي، كيقول لها علاش درتي لي هذه الحاله. هي صاحبتها هي ضربه واحد الصرفيقه، هي تفيق ملي فاقت القطراسه ما. المهم هذه هي باش جاو هما الرقيه، على هذه القصه هذه ديال الجو. ملي جاو الرقيه كيجيبوا معاهم ديك التليفون ايفون برو ماكس
موديل اخر راجل كيقول لي انا 1.5 مليون مشات ليا، مشى بدل ليه الكود، الجن طلع فيها في الدار غيبها في مره وبدل ليه الكود، والسيده شحال هي ما عندها هذا التليفون ما كيتبدلوش هنا، ربما ما كيتفلاشاش شحال بحال كيقول لي ضاع لي التليفون. وجات هنايا بدينا حكى لي الاعراض وحكى لي شنو مشى ليهم كامل وداكشي، مشات لي هذا التليفون تبدل الكود والخاتومه ديال الذهب، الخاتومه ديال الذهب مشات. بديت الرقيه هنا هادشي وقع في 3 ايامات. ملي بديت تسرع الجن تسرعت، ما تسرعت ما كتبقاش عاقله في مره، يلا تسرعت ضغطت عليه قلت له راه التليفون، قلت له جبد الكود هو يعود لي الكود صحيح، هو يدخل الكود التليفون تحل. قلت له التليفون والخاتومه فين مشات؟ في خبعتيها؟ قال لي بعتها. قال لي بعتها، قلت له لا ما يمكنش بعتها، قال لي والله الا بعتها. وصاي باع عن طريقه هي، والكود بدلو عن طريقه هي، لان الجن ما عندوش قدره انه يهز لك الفلوس يجي ويجبد لك الفلوس هكا، ما هذه من نعم الله علينا، لان لو كانت هذا الشيء هذا راه بنادم ما يتسعق غادي يقول كيفاش انا نخدم ويجي الجن يدي لي الفلوس ديالي، ما يمكنش. هذه من نعم الله علينا انه ما عندوش القدره انه، ولكن عن طريق الجن ممكن، ممكن كيطلع فيها. قال لي هي بعتها ليها وهي راه عارفه واحد المعلومه، المعلومه اللي عارفها هي ان اخوها شافها عند واحد الذهبي وهي ما عارفاش، قال لها اخوها عيط لها قال لها شتك عند الذهبي. المهم هي خبعت الموضوع، ما بغاتش تقول له انا ما عقلتش وكذا وكذا، المهم خبعت. فعلا ديك الذهبي اللي قال لها كتعرفه بحال نقولوا من العائله، عيطنا ليه قالت له ديك الخاتومه زعما انا بغيت نردها وهادي، قال له واش حماقتي ولا قال له واش مشى جالك الزهايمر بحال هكا يعني هضر معاه بهذه الطريقه هذه، قال لك جيتي تبيعها عندي وما ما بغيتيش تبيعها عندي ومشيتي تبيعها لبلاصه اخرى، يعني خرجت من عنده ومشات بعتها للناس اخرين، دابا هما مشاو يرجعوا الكاميرات وان شاء الله غادي يعرفوا. يعني فعلا دابا وشنو ملي باع شنو الفلوس شنو كيدير بها؟ كيمشي للريستورا ويجلس ويدوماندي وياكل كياكل بواحد الهمجيه، لان لدرجه راجلها قال لي كنكونوا كناكلوا في الطبصيل كتقول له جيب لي شريبه كيسحب لها هي هاكا يجيب ليها شريبه داك الطبصيل كتفرسو كتبقى تاكل هكا بحال شي وحش، يعني كتاكل داك الشيء بحال شي وحش. يعني هاد الحالات هادو هادي هي من النوع اللي كيطلقوا عليها الزهريه. هادي شنو غنديروا معاها؟ نركزوا مع هاد المجرم اللي فيها، هذا باش داخل، اذا دخل بالعين غادي نركزوا بالعين، نركزوا على السحر نركزوا صافي يخرج. والزهريه ما عندنا ما نديروا بها، يعني الشيء هذا كان حي تاع علاقه، هذا الشيء هذا اللي دخلوه غير لا حول ولا قوه الا بالله. هاد الناس هادو كيعتقدوا هاد المعتقدات كتعيا تهضر معاهم، وخا تهضر معاهم ما كي ما كي ما كي ما كي ما كيفهموش، يعني ما كي ما كي داكشي اللي في راسهم في راسهم، الله يهدي ما خلق. انا في الاول ديالي راه كنت كنعتقد بان راه كاين الزهريه، ولكن بحثنا وداك الشيء ما كاينش. هذا الشيء علاش حنا حماقه كنقول الزهري زهري وكيتصرح قدامك، اكتشفنا بان هذاك الزهري بحال شي واحد الكلمه كتعجبهم، كيتحيروا عليها هذيك الكلمه هذيك ديال الزهري كيتحيروا عليها، ولكن ما كاينش ديك العيله ديك العيله، ولكن عوض ما تبقى تقول الزهري زهري، اللهم ابطن عين في عقلها، اللهم ابطن عين في عقلها، ولا رقي على السحر تبطل ديك السحر، ولا يعذب ديك الشيطان عذبه بكلام الله تيخرج بحال انت عارف شي الحالات بلا هذا المعتقد هذا الخاطئ. النصيحه ديالك للناس اللي كيدعوا انهم زهريين، شنو النصيحه اللي توجه لهم؟ النصيحه ديالي للناس اللي كيدعوا انهم زهريين، اعتقد نفسك راه انت انسان عادي، قوي الايمان ديالك بالله سبحانه وتعالى. إلا كتعتقد أن فيك شي شيطان تبرأ منه، تبرأ منه، باش تبرأ منه هي حقد عليه، هذاك اللي مسلط عليك اللي كيدعي بأن راه كيعاونك وهادي كيولي عندك أعدى واحد عندك هو اللي مسلط لك في البدن ديالك. بقى تقرا على سورة البقرة والأذكار والأدعية، ادعي لك الشيطان المتسلط عليك تبرأ منك، هو أصلا ديك الشيطان إلا عرفك بأنك فعلا تبرأتي منه من قلبك غادي يبدا معك الحرب، غدوز العذاب، لأن علاش بحال كنتي داير معاه واحد الكونترا دابا انفصلتي عليه ما غاديش تفك معاه بسهولة، فهمتي؟ إلا كنتي كتعتقد بأن الزهري وأنت في هذا العلاج كتعرف تشخص الحالة
كتقرا كلام الله وكتقرا الادعيه، محيد الزهريه من بالك وقرا كلام الله سبحانه وتعالى والادعيه، قرا كلام الله والادعيه وكمل التشخيص ديالك حتى داكشي اللي تعلمتيه، فهمتي؟ راه اي واحد راه في الميدان راه كتعلم امور حالك، تعلمك امور حالك، كل كتعلم بالتجربه، كتعلم كي كتاخذ من الكتب هذه الاساسيات ديال الرقيه والحلال والحرام في المحظور في الرقيه هذه، ولكن التجربه هي اللي كتعلمك، انت كتلقى راسك عندك تجربه، ولكن هذا المعتقد رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد وقع واحد الشبهه بعد منها وغادي تلقى الخير، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك شيئا لله عوضه الله خير منه. الى هذه الزهريه في هذا، هنا جبنا ادله، يعني ما لا صحابه ولا الائمه ولا حتى واحد ما اعتقد بان راه زهري او لا زهريه. راه شحال من واحد كيجي يقول لي انا زهري، ملي كتشخص له الحاله ديالو كتلقاه فيها الشيطانه خدامه به، راه داكشي اللي هو يعني خدامه به. شحال من واحد المره واحد السيد جا قال لي انا زهري، وكان كنعالج وعندي واحد الطاقه زايده عليكم تمرقات، ما عندكم والو، حنا عندنا واحد. اذا به هو فهم عليك شيطانه مالك خدامه به. وقلت له شوف راه ما يمكنش، دابا انت شيطانه خدامه بك، وراه ضروري خصها واحد الكادو ديالها، يعني شنو المقابل ديال هادشي باش خدامه. غالبا كيكون هي عاشقه وغادي تخليه بلا زواج. وقلت انت ما تكونش مزوج، قال لي قال لنا مزوج. قلت له ما يمكنش هذا شي بحال، كاين شي حاجه تمك شي لا من الاخر. هو يبدا يحكي لي قال لي ودي انا تزوج بواحد السيده مزوجه ومطلقه وعندها هي ولاد، وهو باقي صغير والسيده كبار منه، وتزوج وسكن معاهم في الدار بحال نقولوا هرب بدك قوه ديك الشيء اللي دوز في ديك الجحيم اللي دوز ديك الزواج هذاك، هرب منهم وسمح فيهم، يعني عطات له واحد التجربه فاشله باش ما عمره يدور في الزواج، باش تبقى عليه نيش تبقى يعني يبقى ديالها، ها هي خدامه معاه كتوري. راه الشياطين كيجي هذاك اللي كيقول زهري راه مخبى عليك غير شي حاجه في يديك راه ما تعرفهاش، كاش تينا تعرف لي واحد السحر فين كاين ولا نخبى لك اي حاجه نتحداك. اللي كنقول زهري وعندك الشياطين كيوريوك السحر وكيوريوك كذا وكذا، فعلا كاين واحد النوع اللي فيهم كيدعوا انه زهريه، وفيهم مس، ديك المس كل واحد كيش كيخدم بها، كاين اللي كيبقى يدير هكا كيبقى يغمض يقول لك احفر هنا كتلقى السحر. حنا الطريقه هذيك، حنا الواحد شي واحد مريض غير يغمض عينه ويدور غير في الدار ولا شي حاجه راه غادي تحس به، غادي يوصل لديك الطاقه السلبيه اللي كاينه تما، ديك الطاقه السلبيه كتاثر عليه. اذا هذاك ممسوس، هذاك الزهري اللي كيدعي راه ممسوس، داكشي فاش كيحس بديك الطاقه السلبيه وما يعرفش السحر واش ديالك ولا لا، غير هي طاقه سلبيه يقول لك حنا فعلا نقدر تحفر وتلقى السحر، ولكن ما غايجبد لك السحر ديالك ويقول لك راه فيه كاين وكاين، حتى لا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى. راه تحدينا بزاف ديال الحالات بحال هكا، هذاك اللي كيدعوا ملوك الجان كيدعوا ملوك الجان اللي الرقاد كيعطوهم بحال نقولوا كيكرموهم يديروا لهم الكرسي ويبدا يقول له تكلم السي الملك وغتجيب لي الذهب وغتجيب لي هذه. ما كنبغيش نصور الحالات اللي كيفاش كنتعاملوا مع هذيك الشيطان بحال هكا، خصها تحقرو بهدلو باش ما يبقاش ما عمره يقول لك انا الملك، فهمتي؟ راه دابا بعض الحالات اللي كيصوروهم كيقول لك انا الملوك بغاو يجيبوا لي الذهب، اسيدي ورينا داك الذهب اللي جابوه لك نتحداك جيب لينا الذهب. قال له اي كيكو داير اللايف ياك صافي، يقول لك انا نجيب لك الذهب وخليني فيها. اقول له يلا صافي بسم الله. واحد المره ثاني هنايا واحد كيدعي ملك الجن قال لي غادي نعطيك مليون وغادي تخليني فيها. قلت له صافي مزيانه. قلت له حنا شحال بينا هنايا، كنا في رقيه جماعيه. قلت له دابا حضر لي هنايا وانت فيها نقسموها مع بعضنا وانت فيها. بقى كيتمتمتم شي غايجيب لك ما غايجيب لك الا في واحد الحاله، الا كان مثلا كيسرعها في الدار كيسرق له الفلوس كيخبعهم فيه تجود تجبدهم نعطيهم لك، اما شي طير ويجبد لك الدار والله لا جابهم، ما كاينش هاد الشيء هذا ما كاينش. هاجي الانسان خاصها تصحح المعتقدات ديالها. راه ولينا كنسمعوا شي حوايج ما يمكنش كنقدروا ندخلوا اليوتيوب بهذا الشيء هذا، كل واحد شنو كيقول، شي كيدعي عنده هادي شي
صافي العلاج بالقران. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قالوا له يا رسول الله كنا نرقي في الجاهليه هل نرقي؟ قال لهم اعرضوا علي رقاكم لا باس بالرقى ما لم تكن شركه. الرقيه ما خصهاش تكون فيها شرك. الرقيه الشرك شنو هو؟ هي ان تستعلم شي حاجه، هي تقول افلان او لا حرقوه لي بارك الله فيكم او لا شي حاجه، هي دير الجداول. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من علق تميمه فقد اشرك، من اتعرفا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. في الايه القرانيه، ففي الآية القرآنية وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. واحد ديك المرة حول لي قال لا وهذه راه ماشي كتهضر على الاستعانة ديال، علاش كتهضر هذه الآية هذه؟ كتهضر على الاستعانة بالجن. احنا كنعالجوا الحمد لله، ما كنستعان ما كان ما 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 كنرضاش نسولوا مثلا علاش داخل ليها، كنسولوا بواحد الطريقة تعذيبية حربية صافي. راج دخل ليها ومخرج عيني فيه وكيبقى يترعد ويهضر، كاين كيبغيش كاع يهضر يخرج ويمشي. والله العظيم واحد الحاجه، واحد الحاله يعني السيد تشفر ليه الفلوس من الدار، كتشفر ليه الفلوس وصلت تقريبا 8 المليون اللي كتمشي ليه من الدار. ما خلى ما دار، شك في الناس ولكن في الاخر تراجع قال لا هذوك الناس ما داوليش الفلوس كتمشي لي من الدار. وجا هو درت له الرقيه ما حس بوالو، وقت له شوف راه كاين ممكن شي واحد في الدار راه ممسوس راه كيتسرع وكيمشي يهز لك الفلوس، واش كيرميهم ولا كيخبعهم ولا شي حاجه؟ قال لي لا. قلت له جيب لي الاسره ان شاء الله رقيها. يعني جا هو وولادو، ملي درت له الرقيه البنت اللي تسرعت غابت مره، غابت وعذبته وكيغوت وضربت وحداهم وهادي. وقت له وفي الاخر ما قلت له عقلتي؟ قلت لي ما عقلت على والو. قلت له هذا راه كتكون في الدار مثلا ويقدر يغيبها وتمشي جبد الفلوس تحطهم في الزبال ولا في شي بلاصه ولا تلوحهم ولا تعطيهم شي حد ولا يكون كيستغلها شي واحد. راه ممكن كاين الحالات اللي قدر شي واحد يستغلها، كاين الحالات اللي ساحره استغلت البنت وجابت ليها الفلوس وحاله بحال هكا. الحاله قصه طويله فهمتي، يعني هذوك اصحاب السماوي تاعهم كيقول لك بحال اصحاب السماوي. هذوك اصحاب السماوي راه ملي كيتلقى معك ويدير لك شي طقوس، هو ما كيمشيش، هو كيمشي للعقول الضعيفه اللي ما اللي قليل ما عندوش الايمان. اما شي واحد ما عنده الايمان راه ما يقدش على ديك المجتمع وما يقدش عليه. بغيت يسلم عليا لا خويا ما كنعرفكش فهمتي، قرا المعوذات في نفسك، قل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وسماء. ما تخليه ما عطاه حتى شي كود يدخل لك به. اما الا قال لك هز هاد الحجيره وحطها هنا ولا دور سبعه الدورات ولا كذا ولا شنو سميت يمك ولا هادي، راه عطيت له واحد الكود صافي دخلك. راه عنده واحد الشيطان كيدخلو فيك يصرعك وتمشي تهز ذهيبه وتجيبها له وتجيبها له ويقول له سير به تال لهين، سير ضرب شي دوره، انت تدور لهين، انت تدور لهين، هاو يطير منك الجن ويجي عنده عاوتاني كيخدم به. هذيك فيه الجن كيخدم به ولكن كيخدم به عن طريق الانس. راه لو كان الجن كي لو كان الجن كي كيستطع انه يهز واحد الحاجه براسو، علاش هما كيمشيو ينصبوا على يتلقى في الشارع؟ نيشان صيفط الجن ديك الذهب ديالها اللي في الدار ويجيبو، يعني ما يقدروش. ولكن ملي كيجيو عندك عندك السيد اللي كيتلقاوه في الشارع كيديروا له شي طقوس اللي به بحال شي كود كيدخل ليه كيخترق له الجسد ديالو بديك الجن. ديك الجن هذا القضيه ديال الجن يقدر يجيب شي حاجه كان فيها سيدنا سليمان، هو اللي عنده القدره ديال فهمت. اي هذه سيدنا سليمان هذه هو علاش نقولوا هاد الرقات اللي كيدعيوا بان كيخطفوا الجن وداك الشيء، هما عارفين راسهم كما قال مسيلمة الكذاب يمشيو عنده واحد الصحابه قالوا له ملي قال لهم داك الشيء قالوا والله اننا لنعلم انك تعلم، والله انك لا تعلم اننا نعلم انك لكاذب. قالوا انت كتعرفنا باللي انا عارفين انك كذاب فهمتي. كذا هاد الرقات بحال هكا اللي كيدعوا بان رقات، دابا اللي كيذبح للجن كيسمي راسو راقي، اللي كيخطف كيسمي راسو راقي. الرقية شرعية باينه خاصها تكون من الكتاب والسنه صافي. الادعيه ما يكونش فيها الشرك بالله، ما يكونش فيها المحرمات، ما يكونش فيها الاستعانه، ما يكونش صافي. وخدم على راسك توكل على الله وخدم على الحالات، دير جهدك مع الحالات وربي غادي يوفقك ان شاء الله. اما هادشي هذا اللي كنشوفه راه ماشي هو هذيك.